الطلاق كما ذكرتي هو اختيار صعب، ما يمكنش اللجوء ليه الا عند الضروره القصوى وعند الشديد القوي، لاننا كما قلت يجب ان نفكر الف مره قبل الاقدام على الطلاق. علينا ان نتحلى بالصبر اللي مع الاسف ما بقاش، لا الزوج ولا الزوجه ما بقاش كيصبروا كيتحملوا. كذلك ان نتحلى بالكثير من التسامح في علاقتنا الزوجيه، ما نبقاش نتحاسبوا على اقل حاجه، واننا نحافيوا بعضنا البعض في مسائل اللي يمكن تحل بواسطه الحوار. كذلك كنحسوا ان اليوم وربما الانانيه والفردانيه صبحت اكثر، لاننا كنفكروا في نفوسنا اكثر ما نفكروا في هاد الوليدات اللي حنا كنا السبب في المجيء ديالهم الى هذا العالم. راه خصنا نحسوا باننا مسؤولين على مسؤوليه كامله، وان قرار الطلاق ماشي غير نفك انا نفك مشكلتي انا، راه خصني نفكر حتى في دوك الاطفال كيفاش غادي يعيشوا، كيفاش غادي يكملوا او يكونوا ناجحين في حياتهم، وشنو هما ذنبهم انهم يعيشوا موزعين ما بين واحد الام وما بين الاب ومحرومين من الدفء الاسري ومن العيش تحت سقف واحد. لان العيش في اسره مستقره ومنسجمه هو يجعل هاد الأطفال كيتعلموا مجموعة من القيم ومن الأخلاق الحسنة وكذلك من العادات والتقاليد الحميدة. اسمحي لي نضيف على أن الدراسات أكدت جميعا على أن الأطفال وفي خاصة في السنوات الخمس الأولى اللي كيعيشوا في أسر مفككة هما تيكونوا أكثر عرضة للانحراف، أكثر عرضة للسلوك غير السليم والفشل في الدراسة. هذه السنوات الخمس الأولى هي اللي كانت مرحلة مهمة في نمو شخصية الطفل وفي تشكيل سلوكي، فكل ما كانت الأسرة متماسكة ومستقرة كان البناء النفسي للطفل صحيح وسليم.